النقطة التانية، يعني في لقاء سابق أنا قلت إنه لازم الزوجين يكونوا من قماشة واحدة، وده يعني لما نتأمله هنلاقيه شيء واقعي جدا. جميل. قماشة الحرير في الثقافة، في العادات، في كل حاجة، التقاليد، في كل الحرير حاجة. قماشة غالية جدا وجميلة جدا، صح الصوف من أغلى الأقمشة، بالظبط. ولكن ما ينفعش الاتنين يبقوا في زي واحد. لا يمكن الصوف والحرير يبقوا مع بعض في زي واحد أبدا، لا يمكن. صح. أقل شيء الحرير ملمسه غير ملمس الصوف. الحرير يلبس في الصيف والصوف صوف يلبس في الشتاء. الشتاء. إذا لو احنا جمعنا القماشتين مع بعض عشان نعمل منهم زي واحد مش هينفع، ويحصل تنافر مع ان الاتنين غاليين جدا. إذا فلازم لما نختار بعض نختار من نفس المستوى الاجتماعي والثقافي والمادي علشان نقدر نعيش مع بعض. يبقى في توافق يا دكتور علي، جدا يعني في حتى جدا. في التعليم، لان في كتير جدا بنشوف بيحصل ايه، بتلاقي البنت مثلا تبقى يقول لك ايه مؤهل عالي، والزوج مثلا مؤهل متوسط او صحيح حاجه، او العكس صحيح بيحصل العكس، وبييجوا يتجوزوا فعلا بيبقى في فرق في النقاش، في فرق في الحوار ما بينهم، في بيبقى فرق بين العقلية، في والعقليه فرق بالظبط. في الاستيعاب. كذلك لما يكون الزوج وظيفته هو رب، يا خلاص ده رزق ربنا صح سبحانه وتعالى، يعني الزوج دخله ضعيف.